كيفية الحصول على رقم الخدمة العامة الشخصية الخاصة بك PPSN بمجرد تسجيل مطالبتك بالحماية الدولية لدى مكتب الحماية الدولية. يمكنك التقدم بطلب للحصول على رقم الخدمة العامة الشخصية. هذا رقم مرجعي فريد مطلوب للوصول إلى مدفوعات الرعاية والاجتماعية والبطاقة الطبية والتوظيف من بين أشياء أخرى. من فضلك لا تفقد الرسالة التي تشير إلى الرقم الخاص بك واحفظ نسخة منها في مكان آمن. ومجرد حصولك على الرقم الخاص بك يمكنك التقدم بطلب للحصول على بطاقة الخدمة العامة، ويتم ذلك عادة عن طريق تحديد موعد في مركز تخصيص بطاقات الخدمات العامة المحلي لديك. يرجى البحث عبر الإنترنت للعثور على مركز تخصيص رقم الخدمة العامة الشخصية المحلي الخاص بك. تعد بطاقة الخدمات العامة مفيدة، ولكنها ليست وثيقة هوية وليست ضرورية للحياة في إيرلندا. لذلك إذا كان عليك انتظار موعد فهذه ليست مشكلة.